بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنبدأ يا جماعة نتكلم عن خواص الدوكيومنت. خواص الدوكيومنت احنا بدأنا بيها الكورس، بس عرفنا الحاجات اللي بتخليني اختار العناصر. كان لازم أبدأ بالحاجة اللي تخص اختيار العناصر قبل ما ادخل في الاليمنت والخواص بتاعتها كلها، عشان اكون عارف ازاي اجيب عنصر عن طريق التاج نيم او الكلاس نيم بتاعه او الاي دي او الكلام ده كله. الدوكيومنت ليها خواص كتير ادفانسد شويه، ممكن ما تشتغلش بيها، ممكن ما تنفعكش كتير، بس في خواص هتنفعك ان شاء الله في شغلك كتير، وفي خواص بتديك معلومات بسيطه ممكن ما تاخدش دقيقتين في الفيديو. اول خاصيه عندي من خواص الدوكيومنت هي حاجه اسمها دوكيومنت دوت انبوت انكودنج. الانبوت انكودنج ده بيخليك ان انت تعرف الانكودنج او الترميز بتاع الصفحه بتاعتك اللي انت فيها نوعه ايه. ده ممكن يساعدك في حاجات كتير بعد ما انت تشيك، تقول له لو مثلا الانبوت انكودنج بيساوي يو تي اف 8 ساعتها اعمل حاجه معينه. ممكن تشيك تلاقي الترميز غلط، ساعتها تتصرف تصرف تاني مع الدوكيمنت. يعني هو مش بيديك المعلومات دي هباء، تقدر تستخدمها في مشروعك وتقدر تعمل بيها شغل ان شاء الله. طيب احنا ما عندناش اي ديف هنا، احنا معظم المعلومات كلها تتبع في الكونسول. كونسول دوت لوج، وجوه الكونسول هكتب دوكيومنت، لان دي خواص الدوكيومنت كلها، دوت انبوت انكودنج. انا هنا بقول له اطبع لي خواص الانكودنج او الترميز. الانبوت انكودنج اللي هو الترميز بتاع الصفحه بتاعتي، هيطبعه لي طبعا بعيد عن اي ديف زي ما انتم شايفين يو تي اف 8. لو رحت انا في الصفحه بتاعتي كتبت هنا ايزو مثلا، اي ترميز غلط زي ما انتم شايفين كتب لي ويندوز 1252، عمل فور باك للويندوز لان الترميز اللي انا كاتبه غلط. مثلا ايزو 8 اي ترميز اكتبه لو غلط هيرجع للاساسي، لو مفيش زي ما انتم شايفين ترميز خالص جاب لي الويندوز 1252، لكن انا كاتب ترميز صحيح يو تي اف 8 هيجيبه لي زي ما انتم شايفين يو تي اف 8. ده عباره عن معلومه بس بيجيبها لك. الحاجه الثانيه، حاجه من الحاجات اللذيذه اللي وفرت عليا وقت طويل جدا في شغلي، هي دوكيومنت لاست موديفايد. لاست موديفايد يعني اخر تعديل ليك في الدوكيومنت. اخر تعديل اللي حصل في الدوكيومنت، انا كنت دايما لما بعمل صفحات ستاتيك وفيها جدول واعدل في الجدول واروح نازل تحت اكتب لاست ابديت واقعد اشوف التاريخ كام النهارده واروح كاتب التاريخ. الخاصيه دي جميله جدا، بتكتب لي اللاست ابديت يفضل موجود عندي في الدف وخلاص على كده. اخر تعديل موجود تكتبه لي هي في الصفحه، انا ابقى شايف اخر تعديل عندي امتى، اخر تعديل عملته في الدوكيومنت امتى، زي كده انا عارف اخر حاجة انا عملتها هنا امتى كده. دي بتكون جميلة بالنسبة لي، ابقى عارف التعديل بتاعي الساعة كام ويوم ايه. طبعا القيمة هنا ستاتيك زي ما انتم شايفين بتتغير، لكن انت لما تدمجها مع البرمجة القيمة اللاست موديفايد دي تتحط في ديف وتبعتها للداتابيس، والداتابيس تعرضها من الداتابيس مش تعرضها من هنا، وكل ما اجي اعمل اكشن جديدة يعدل في القيمة دي ويبعتها للداتابيس عشان تعرضها انت بعد كده. اللاست موديفايد تكون دايناميك، ما تحتاجش ان انت تعمل اي حاجة تاني بايدك. ميزة جميلة ممكن تحتاجها ان شاء الله في شغلك. الحاجة الاخيرة هي حاجة اسمها document URL، ودي بتجيب لك اللينك بتاع الصفحة اللي انت فيها، واللينك ده فيه ميزات مهمة. ممكن تشيك على string جوه اللينك وبناء عليه تعمل حاجة معينة، ممكن يجي لك افكار كتير جدا جدا تخص ال URL. بالمناسبة يا جماعة URL معناها Uniform Resource Locator، ودي طبعا هو عنوان الويب بيج اللي الكمبيوتر بيعمل لوكيت للريسورسز عشان يوصل له، فبيسموه يونيفورم ريسورس لوكيتور اللي هو اليو ار ال اللي هو اللي فوق ده. دي المعلومات بتاعت النهارده، شويه حاجات بسيطه جدا في الدوكيومنت ما فيهاش اي شغل ولا كودنج، مجرد انفورميشن بيديها لك الجهاز او بتديها لك اللغه بمعنى اصح. يا رب يا جماعه يكون الدرس بسيط وسهل وعجبكم، يكون في اي معلومه ولو بسيطه. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد وشكرا.